هو أهلا بيكم محاضرة جديدة وهاو تو بي بروفيشنال تور أوبريتور. في مشترك كان بعت لي طلب توضيح لبرنامج الهانيمونور باكج اللي احنا كنا شرحناه في المحاضرة رقم 58، وأنا حابة النهاردة أوضح أكتر الباكج دي علشان برضو تكون واضحة لي ولبقية المشتركين. تمام؟ طيب احنا في الهانيمونور باكج يا جماعة قلنا ان احنا نظمنا رحلة 10 أيام 9 ليالي بتضم القاهرة ونايل كروز والغردقة. تمام؟ والمبيت عبارة عن 3 ليالي قاهرة و3 ليالي كروز و3 ليالي غردقة. تعالوا طب كده نشوفوا مع بعض. انا عندي 10 أيام 9 ليالي معايا. طيب لو عديتوا الفراغات اللي بين الصوابع بما فيهم الفراغ اللي بين الصباعين دول الصغيرين هتلاقيهم بالضبط 9 ليالي، وطبعا الصوابع 10 أيام. تمام؟ طيب في اليوم الاول ده العميل هيوصل وهيبات، في اليوم الثاني هيزور الهرم والمتحف وهيبات برضو في القاهرة، وفي اليوم الثالث هيستقل الطيارة علشان يروح على أسوان ويبدأ النايل كروز بتاعته. يبقى أنا كده عندي ليلتين في القاهرة. تمام؟ في الأول البرنامج خلاص كده. تعالوا بقى الكروز 4 أيام 3 ليالي. هو هنا هيعمل السد العالي والمسألة الناقصة ومعبد فيلة وهيبات. تمام؟ وهيعمل الكومبو ادفو وهيبات، ويعمل البر الشرقي وهيبات، وبعد كده هيعمل البر الغربي وهيخلصه تقريبا على الساعة حوالي 12 الظهر، وهيطلع على الغردقة. هيوصل الغردقة في حدود الساعة 3:30 أو 4 العصر، هيعمل تشيك ان وهيبات في الغردقة. يبقى انا كده عندي 3 ليالي كروز خلاص خلصوا. تمام؟ وبدأت بليلة في الغردقة في يوم الوصول خلاص كده. في اليوم السابع واليوم الثامن، اليومين دول هو هيستمتع بشواطئ البحر الأحمر فيهم مع عروسته. تمام كده؟ يبقى أنا عندي العميل هيبات في الغردقة، أدي 1 2 3، وفي اليوم ده هيركب الطيارة علشان يرجع على مدينة القاهرة ويبات ويسافر دولي في اليوم العاشر. يبقى أنا عندي ليلتين في الأول القاهرة، وعندي بعد كده 3 ليالي كروز، وعندي بعد كده 3 ليالي غردقة، وعندي ليلة أخيرة في القاهرة. فمجموع القاهرة كده 3، يبقى 3 و3 و3، 3 ليالي قاهرة، 3 ليالي كروز، 3 ليالي غردقة. طيب الجزئية اللي كان فيها الكونفيوجن بالنسبة للمشترك كانت جزئية الغردقة. تعالى كده بص معايا، الكروز بدأت في اليوم ده، أدي 1 2 3 4. في اليوم ده اللي هو اليوم السادس العميل زار البر الغربي وطلع على الغردقة بالعربية وبات هناك، يبقى اليوم ده وصول الغردقة. تمام كده؟ اليومين دول اللي في النص دول هو هيستمتع فيهم بشواطئ البحر الأحمر مع عروسته. تمام؟ وهيبات طبعا هنا وهيبات هنا. في اليوم ده اللي هو اليوم التاسع ده هو هيركب الطيارة من مطار الغردقة علشان يرجع على مطار القاهرة ويبات في القاهرة، عشان طبعا يستقل رحلته الدولية من القاهرة في اليوم العاشر. يبقى أنا عندي الغردقة اليوم ده وصول، اليوم ده اليوم ده وصول السادس، معلش اليوم ده وصول من الغردقة، اليوم ده مغادرة من الغردقة، اليومين دول استمتع بشواطئ البحر الأحمر مع عروسته. تمام كده؟ يبقى أنا عندي 10 أيام 9 ليالي، 3 ليالي قاهرة، 3 ليالي كروز، 3 ليالي غردقة، وفي يومين هنا في النص العميل بيستمتع فيهم بشواطئ البحر الأحمر اللي هم اليوم السابع واليوم الثامن. لكن اليوم ده هو بيوصل ويبات، واليوم ده هو بيصحى يركب الطيارة ويجي على القاهرة. أرجو أن يكون كده البرنامج واضح ليك ولبقية المشتركين، ولو محتاج أي استفسار في أي محاضرة تانية أو في أي حاجة مش واضحة بالنسبة لك هستنى أسئلتك. طيب في محاضرة النهاردة هنتكلم عن نوع جديد من أنواع الباكيجز، وهو الستودنت باكيج أو الباكيج فور ستودنتس. تمام؟ طيب النوع ده يا جماعة إيه اللي بيفرقه عن بقية الأنواع، أو إيه اللي بيفرقه عن الكلاسيكال باكيج اللي احنا بنقيس عليها بقية الأنواع؟ إيه اللي بيفرقه؟ حاجتين. تمام؟ الحاجة الأولى ان ده ستودنت، يعني طالب، يعني البادجت بتاعته على قده، فبالتالي الاوبريتور المفروض دايما يدور له على الاكوموديشن الحنين في السعر، زي مثلا فندق 3 نجوم. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه اللي بتفرقه عن الكلاسيكال باكج ان تذاكر الدخول للطلبه ليها سعر مختلف. ليست تذاكر الدخول للمبعوثه لشركات السياحه من المجلس الاعلى للاثار فيها سعر الشخص العادي وفيها سعر الستودنت، سعر الأجنبي وسعر الطالب الأجنبي. فهتلاقوا معظم المزارات تذكرة دخول الطالب الأجنبي نص سعر الشخص العادي، وفي بعض المزارات ليها سعر مختلف، إما بيقل شوية عن النص أو بيعلى شوية عن النص، بس المهم إن هو سعر طالب، سعر مختلف عن السعر العادي.
تمام. دول الحاجتين اللي بيفرقوا الستودنت باكج عن الكلاسيكال باكج. تمام، تعالوا كده نشوف مع بعض نموذج لبرنامج ستودنت باكج ونشوف مع بعض داي باي داي. احنا قلنا هنعمل مثلا فور اكزامبل كايرو ترافل باكج لهذا الستودنت اللي بعت الريكوست، وهي عباره عن 5 أيام 4 ليالي. اليوم الاول وصول العميل اللي هو الاجنبي الستودنت ده، هيوصل وهناخده على الفندق بتاعه في مدينه القاهره وهيبات في الفندق، واحنا اتفقنا انه هيكون الفندق حنين يعني ممكن يكون 3 نجوم. في اليوم الثاني هناخدهم يعملوا الهرم والمتحف، تمام، زياره الهرم والمتحف. وفي اليوم الثالث هنخليهم يزوروا مثلا قلعه صلاح الدين والحي القبطي وخان الخليلي برضو في القاهره. في اليوم الرابع ده يعني احنا طبعا عملناه فري داي، تمام، يا اما يقضيه في الفندق هو والناس الطلبه اللي معاه لو هم مثلا مجموعه طلبه مع بعض، او لو هم حابين ياخدوا اوبشنال تور يزوروا منفس وسقاره. طب ليه انا عملت منفس وسقاره اوبشنال في اليوم الرابع وما عملتهاش داخل البرنامج نفسه؟ عشان السعر يطلع معاك حنين. هم بقى لو معاهم فلوس ويعني زياده مع البادجت بتاعهم هم في مصر ممكن يكونفروها معاك او يكونفروها مع التور ليدر بتاع الشركه، ولو مش معاهم فلوس هيفضلوا انهم يقضوا اليوم ده فري او يتمشوا حوالين الفندق مثلا، او يعني يستمتعوا باليوم ده في الفندق نفسه وما ياخدوش هذه الرحله الاختياريه، تمام. لكن لو معاهم بادجت يكفي ويسمح ممكن يشتروا هذه الرحله الاختياريه، وبرضه هيبقى سعرها مش عالي عليهم لانه تذاكر الدخول مخفضه، تمام. في اليوم الخامس ده مغادره، هناخد مجموعه الطلبه دول على مطار القاهره الدولي عشان يستقلوا رحلتهم الدوليه ويخرجوا من مصر دولي، سواء راجعين على بلدهم او رايحين يزوروا دوله تانية. ده كده نموذج الستودنت باكج، السعر فيها هيبقى حنين جدا جدا لانك مختار اكوموديشن مش غالي زي فندق 3 نجوم مثلا، واسعار التذاكر الدخول بتاعتهم كلها مخفضه علشان هم طلبه. وما تنساش حاجه مهمه جدا، تطلب من العميل الكارنيه الدولي للطلبه اللي هو ISIC. لو معهم كارنيه طلبه محلي او تابع للجامعه بس اللي هم فيها مش هينفع، لازم يكون كارنيه طلبه دولي اسمه ISIC، ده كارنيه متعارف عليه دوليا، بيتقدم على الشباك بتاع تذاكر الدخول في المزارات عندنا في مصر، ولما بيشوفوا الكارنيه ده بيدوا تذكره الطلبه للمرشد بتاع الشركه اللي هو مع مجموعه الطلبه دول، تمام. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس وتشير الفيديو عشان الكل يستفيد. ميرسي.